النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أصحابه بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة إلى التميز، فكان يعطي كثيرا منهم كثيرا من الألقاب يميزهم بهذا. فكان يقول عن عثمان مثلا: رجل تستحي منه الملائكة. يقول عن علي: إن ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وقال لأبي بكر: الصديق. وقال لعمر: إن الشيطان إذا رآك سلكت فجا سلك فجا غير فجك. وقال لي حذيفة: أنت صاحب السر. وجعل ابن مسعود صاحب الوسادة، وجعل شهادة خزيمة بشهادتين، وجعل خالدا سيفا وأبا عبيدة أمينة هذه الأمة. وهكذا يميزهم صلوات ربي وسلامه عليه، وكانوا يحرصون على هذا التميز ويبحثون عنه، لا لأجل أن يرى الناس ذلك وأن يعلم الناس ذلك، لا، ولكن بينهم وبين الله سبحانه وتعالى.